في أمريكا في أحد البيوت بنت اسمها جريس بتحضر هدومها عشان تروح فسحة مع حبيبها جاك، رجل أعمال، بس فجأة تليفونها رن وتلاقيه المحامي بتاعها جون عارف ليها تفاصيل جديدة عن عيلتها اللي بتدور عليها من 10 سنين، ولازم تروح له بيته الريفي فورا، ولو ما لقيتهوش هناك هتلاقي المفتاح تحت الزرع هناك، وكمان يقول لها خلي بالك من التعابين. يحضنها حبيبها جاك وقرروا يأجلوا فسحتهم ويروحوا لبيت جون ويعرفوا منه التفاصيل. جريس متحمسة جدا لانها اتربت في ميتم ونفسها تعرف ابوها وامها الحقيقيين. وصلوا للبنزينة في وسط الطريق ولاحظت جريس شعار طقوس غريبة على صندوق الزبالة، وصاحب البنزينة يقول لها ما شفتش ناس كتير بيجوا هنا، تقول له انها اصلا مولودة هنا وبتدور على عيلتها. ولما يمشوا يقعد صاحب البنزينة يضحك عليهم. وصلوا لبوابة البيت الريفي الكبير الواسع المعزول حواليه غابة، بس تنادي جريس على جون ما تلاقيش منه رد، فتفتكر انه سايب ليها المفتاح تحت الزرع وتفتح البيت. يقرروا يستنوا جون لحد ما يجي. يشم جاك ريحة موت غريبة جوه البيت ومش مطمن، ولكن بسبب جريس هيفضل في البيت لليلة واحدة بس، ولاحظ ان شبكة التليفون فصلت وجريس بتلعب رياضة لمحت التعابين اللي حذرها جون منها. تستغرب منهم لانهم كتير جدا في الغابة، وجاك بيتمشى لمح لوحة ارواح غريبة عليها عظم حيوانات معمولة في شكل طقوس غريبة، وحاسس ان في حاجة غلط هنا. ولما تروح جريس تحاول تكلم جون تلاقي التليفون فصل شبكة، وهي بص من الشباك تلمح حد في زي غريب باصص عليها. يظهر تعبان فجأة ويخضها، والكوباية تتكسر وتتعور في رجليها، وتلاقي الراجل الغريب اختفى. جه جاك ويروح يعالج رجل جريس ويقول لها قلتلك في تعابين وريحة موت وجون لسه ما جاش لحد دلوقتي، لازم نمشي من هنا. تقول له جريس الالواح بتاعت الطقوس اللي حوالين الغابة اللي قلقاك دي الناس كانوا مؤمنين انها بتطرد الارواح الشريرة، ما تخافش. يقول لها لو جون ما جاش الصبح هنمشي فورا وتوافق. وجريس نايمة وجاك في الحمام، الكهرباء ترعش والدنيا تلف بيها وتدور، ويظهر نفس الراجل الغريب بقناع معمول من عظم الحيوانات، ويحاول جاك يفتح الباب يلاقيه اتقفل عليه. الراجل الغريب عمل طقوس غريبة على جريس، بس فجأة فتح جاك الباب وفوقها، بس هي مش فاكرة حاجة خالص. قرروا يمشوا فورا من هنا ومش هيستنوا للصبح، بس فجأة لقوا كل تليفوناتهم اختفت. قرر جاك يخرج يحط الشنط في العربية ويرجع ياخد جريس ويمشوا، ولما فتح الباب يلاقي علامة الطقوس مرسومة بالدم على عتبة الباب. يفتكر جاك ان في حد من اطفال القرية اللي حواليهم بيعمل فيهم مقلب ولا حاجة، وحسوا انهم محاصرين في البيت، بس قرر جاك يجمد قلبه ويروح للعربية بحديدة للدفاع عن نفسه. يلاقي العربية عطلانة ويحس بحركة غريبة حواليه، ولما يجي يشغل نور العربية يلاقي نفس الراجل الغريب ده مراقبهم، وجاب معاه كل جماعته ومراقبينهم برا البيت. مش عارف جاك مين دول، بس يحس انهم عبدة شياطين، بس مستغرب ليه ما دخلوش البيت عليهم رغم انهم اكثر منهم عددا. ويلاقوا نفس العلامة الغريبة مرسومة على شباك البيت، ويلاقي جاك التليفون الارضي شغال، ولما يجي يكلم الشرطة الشبكة تفصل. خرج برا البيت ويقعد يسقف للمتنكرين دول ويقول لهم خلاص عملتم المقلب خوفتونا، امشوا بقى فورا من هنا لان الشرطة جاية وهتقبض عليكم كلكم. ما يهتموش بكلامه خالص ويقعدوا يشاوروا على جريس ويعملوا اصوات غريبة، وبسبب خوف جريس على جاك اللي كان عايز يروح يضربهم تشدوا للبيت من تاني، ولاحظوا ان كل ما الوقت بيعدي كل ما المتنكرين دول بيقربوا من على الباب. التليفون فجأة يرن، ولما يروح جاك يشوف مين يلاقيهم برضو المتنكرين، وبيقولوا له لو عايز تنجو بحياتك لازم تسلمنا جريس وهنسيبك تهرب، وكل ما الوقت بيتأخر كل ما هنقرب وهندخل البيت، وبيكون المتنكرين واحد منهم مراقب جريس في المراية. وتفتكر ذكريات غريبة ومش عارفة ايه اللي بيحصل لها. يلاقوا فجأة الباب بيخبط، ولما يبصوا يفتكروهم المتنكرين ويرفضوا يفتحوا الباب، بس فجأة يلاقوا حد معاه المفتاح وفتح الباب من بره، وطلع واحد اسمه فرانك جاي البيت بتاع اخوه ومش عارف هما بيعملوا ايه هنا. تقول له جريس انهم جايين يقابلوا واحد اسمه جون محامي. يقول لهم مفيش حد هنا بالاسم ده، وقرر يروح يبلغ الشرطة بنفسه لانه فاكرهم بيشربوا مخدرات ولا حاجة او حرامية. ولما يجي يستخدم التليفون المكالمة تفصل برضه، ويلاقي كل المتنكرين واقفين باصين عليه، يقول لهم انتم بتتعدوا على ممتلكاتي وانا معايا مسدس، ولو ما مشيتوش من هنا ليا الحق ارميكم كلكم بالرصاص. قرر يدخل البيت بسرعه ويروح يدور على سلاح اخوه، ما لقاش السلاح، ويشم ريحه موت غريبه نفس الريحه اللي شمها جاك، ويلاقي باب منور في الغرفه، ولما يفتحه
تطلع جثة أخوه متعفنة ومقتولة بصورة غريبة، ودي سبب الريحة الوحشة. يتضايق جدا فرانك ويقرر يروح ياخد حديد جاك ويهجم على المتنكرين، ولكن طلع عندهم قدرات خاصة وقتلوا فرانك بسهولة، وشكلهم فعلا عبدة شياطين. الوقت بيعدي وبيقربوا أكتر للبيت على جريس وجاك ومحاصرينهم جوه. يقعد قائد عبدة الشياطين يتلاعب بعقل جريس، وتقعد تشوفه وهو مسيطر عليها وإنها ملكه، وتصحى تلاقي نفسها على السرير جنب حبيبها جاك وبيطمنها ويقول لها خلاص الشياطين مشيوا، ولكن تلاقي الشيطان اصلا جنبها ويصحيها جاك وهم لسه في نفس الليلة المرعبة. والوقت بيعدي والشياطين بره بيعملوا طقوس غريبة بره البيت، والرعب ملأ قلب جريس وجاك ومش عارفين يعملوا ايه. قرر جاك يروح يدور على السلاح، ملقاش غير طلق وبس، وقائد عبدة الشياطين عمال بيشاور له ويقول له سلمني جريس احسن لاما هموتكم كلكم، بس يرفض جاك برضه. وفجأة تلاقي جريس تليفونها وعلامة الطقوس عليه، ولما تروح تمسكه تلاقي عبدة الشياطين عارفين اسمها وانها لازم تسلمهم نفسها، بس لمحت حاجة غريبة ورا الجثة بتاعت اخو فرانك وهي المسدس. خدوه بسرعة وراح جاك لمكان الطلق، بس لما يبص وراهم يهجم عليهم واحد من عبدة الشياطين، بس نجحت جريس تقتله، ولقت كتاب وقع منه فيه طقوس غريبة باللاتينية عن شيطان اسمه أوكتينا وهو قائد التعابين. لما ظهر ظهرت معجزات بين الناس زمان وتركوا ديانتهم وعبدوه، بس رجال الدين استفاقوا وقرروا يقتلوا الشيطان وكل الناس اللي بتعبده، وقتلوه في نفس مكان البيت اللي جريس وجاك موجودين فيه. وكل فترة من الزمن الكواكب بتتعامد على بعض وبيسموها الليلة الطويلة، وعبدة الشياطين المتبقيين بيخطفوا بنت عشان الشيطان يخلف منها طفل ويعيش جوه الطفل ده زمن طويل جدا ويتحرر من الجحيم. عشان كده هم عايزين جريس مش جاك. وفجأة عابد الشيطان اللي قتلته جريس يعود للحياة، طعن جاك بس ضربوه، وهم خارجين من الغرفة لقوا الشيطان تاني جاي عليهم. يحاول جاك يضربه بالنار بس فشل. بس نجحت جريس بكل قوتها تقتله، وقررت تخرج للشياطين بالسلاح وتموتهم. ولما تحاول ما قدرتش عليهم، بس لما جه جاك وضرب قائدهم بالنار نجح يحرر جريس. وقرر جاك يهرب حبيبته جريس لانه خلاص مش هيقدر يهرب اكتر من كده بسبب اصابته، ولكن لقى الشياطين كلهم حواليه وتدور معركة. ضربوه وفشل يلمسهم واغمى عليه، وجريس بتهرب لقت الشياطين حواليها في كل مكان وعمالين بينادوا عليها عشان تنضم ليهم، ويجي القائد بتاعهم يتلاعب بعقلها من تاني. بس نجحت تهرب منهم برضه، ووصلت لبيت غريب في وسط الغابة ولقت حبيبها جاك متعلق وكل الشياطين حواليها محاصرينها. وتطلع قائدة الشياطين دول هي امها وتقول لها انها ولدتها لسبب واحد بس، وهو ان الشيطان أوكتينا يتجسد جواها، وبعدين لما يتحرر الشيطان هيقتل الناس كلها، الناس اللي اصلا بيقتلوا ببعض وكلهم مليانين تنمر وخيانة وتفكك اسري وطمع وغرور. كل الصفات دي لازم كل البشر يموتوا والعالم يبدأ من جديد على نظافة، وناس يعيشوا يحبوا الخير لبعض مش بيغيروا ويدمروا في بعض. لازم الشيطان يتجسد فيكي وتنقذ العالم اللي على وشك الدمار اصلا. وبعدين الشيطان محبوس بقاله 400 سنة مستنيكي. نجحت الطقوس في اخر ساعة من الليلة الطويلة وتجسد الشيطان أوكتينا في جريس بنجاح، وبما انه شيطان يعني ما عندوش ولاء. قرر يقتل كل اتباعه الاوفياء رغم انهم هم اللي حرروه، وراحت جريس على جاك اللي فاكرها هتحرره وهتنقذه وهتوديه المستشفى عشان اصاباته، بس للاسف ودته حته تانية وهي الموت. قتلته بالسكينه لانها دلوقتي بقت الشيطان أوكتينا مش حبيبته جريس. عاشت جريس 10 سنين بتدور على عيلتها، ويا ريتها ما دورت عليهم. امها طلعت بتعبد الشيطان ملك التعابين أوكتينا، وباعت بنتها للشيطان عشان يتجسد فيها، وفي الاخر قتلها برضه. جريس بعد الليله الطويله ما خلصت هتخرج للعالم وجواها شيطان أوكتينا عشان تموت البشر كلهم. لمزيد من أفلام السفاحين والزومبي هسيب لك قائمة تشغيل ليهم في الوصف.